وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. إلهي، قطرة من نداك تجعل الأرض ريا، ونظرة من رضاك تجعل الفاجر وليا. لله في الآفاق آيات لعل أهمها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. فاسأل بطون النحل كيف تكاثرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا فاسأله من يا صبح صاغ ضحاك. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك، حمدا وليس لواحد إلاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراكا. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه. بك بشر الله السماء فزينت وتضوعت مسكا بك الغبراء. يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا. خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فأجمل منك لم تر قط عيني، وأعظم منك لم تلد النساء. السيدة الأستاذة الفاضلة لبنى الكرداوي، والأستاذة الفاضلة منال العدوي، والأستاذة الفاضلة منى المنشي، نائبات عن السيدة فريدة مجاهد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، الأستاذ عوض محمد عوض رئيس مجلس الأمناء بالمديرية، السادة المديرين العموم بالديوان وجميع العاملين بالمديرية، السادة مدير الإدارات التعليمية بالمحافظة والعاملون بها، والسادة مدير مدارس الإدارة، والسادة مدير الإدارات السابقين، والسيد العميد مأمور بركة شرطة الزرقاء، والسيد رئيس مجلس مدينة الزرقاء، أهلا ومرحبا بكم في مركز الإشعاع الثقافي والعلمي بإدارة السرو التعليمية تحت قيادة الأستاذ إبراهيم الأمصاني مدير الإدارة التعليمية، والأستاذ عماد الزيات وكيل الإدارة، وصاحب الدار الأستاذ عماد رجب الذي يقول للسادة الضيوف: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه دوما لأول منزلي. يا ضيفنا إن جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. ونرحب بالأستاذة هيام أبو العنين مدير إدارة الجودة بالمديرية. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نبدأ حفلنا المبارك بآيات بينات من الذكر الحكيم يتلوها علينا الأستاذ منصور عبد الوهاب المصامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من أول من هو بس اللي حصل فيه وجبات المعروفة اللي هم طيب. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون. ادخلوها بسلام بسلام ذلك يوم الخلود ذلك يوم والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. أترككم مع فقرات هذا الحفل المبارك ومقدم هذا الحفل الأستاذ منصور الأمصار. كمذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. كمذا يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. لهفي عليك متى أراك عزيزة يحمي حماك يحمي كرام حماك شعب الراقي. إني أحمل في هواك صرامة يا مصر قد خرجت على الأضواء. جل المنادي جل المنادي ينادي يا عبادي أنا ماحي الذنوب والأوزار. والآن مع نصر الدين طلبار إدارة السلو التعليمية الموهبة الفزة شيماء طعيمة مدرسة السلو الإعدادية بنات. Yeah.
به في كل كائنة، وقد تعاليت عن ظن وتخمين. شكرا لنصر الدين توبار إدارة السلو التعليمية. سؤاله بتحب مصر؟ قال له اه عارف. ده المعنى كعبة، المعنى كعبة، وانا في وفد الحروف طايف والف مغزل اصايد في الايدين لافف. وقال له بتحب مصر؟ قال له اه عارف. ما جاش في باله الهرم، ما جاش في باله النيل، ما جاش في باله غيطان خضرة وشمس اصيل، ما جاش في باله العبور والنصر واكتوبر، ما جاش في باله حضارة 7000 سنين. دي مصر روحي وتاج راسي ودي عيلتي، وامي حافظة شوارع مصر بالصمتي. تقول لي مصر يا حجة، ترد يا بنتي، تقول لي احكي لي، تقول مصر بتاعي انتي. سألته بتحب مصر؟ قال لي ايوه اكيد، دي مصر روحي وفرحي ومصر يوم العيد. والان مع الموهبة الطفلة روضة محمد سعيد السنباطي اغنية انا مصر، الطفلة سما المناوي.